يقول السائل: بعض الأشخاص يضعون حلقة نحاسية في إحدى آذانهم ويستعملونها كعلاج لآلام الظهر والمفاصل، فما حكم ذلك في الشرع؟ وهل تعتبر من التمائم؟ إذا كان الأطباء قرروا أن هذه المادة المعدنية أن فيها علاجاً لنوع من الأمراض فلا بأس بذلك، لأن قد يكون في بعض المعادن خاصية للعلاج. أما إن كان علقها من باب الشعوذة أو من باب الاعتقاد أنها تشفي فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه من تعليق الحلقة والخيط وما أشبه ذلك. نعم.